السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الماضية حطينا أول مصنع عصير. أول مصنع عصير. بس شو عنده ورنج؟ Not enough resource. Use raspberry يبقى 1500 كيلو raspberry. Go to market and stock. أنا 1500 كيلو. 1500 كيلو أنا كم عندي في الويرهاوس أصلاً؟ 1000 كيلو. وهاي مطولين شوي للإنتاج، فخلوني أروح الماركت شوف الراسبيري. لا مش انفنت سوري، ابا عندي 1000 ابا 500 وعندي 12000 صح. هاي كم باقي على الانتاج؟ باقي شوي. زين صبر، اذا السالفه تي خلنا نروح ماركت افتح السل هذا بروحه 70000. زين لان عندي وايد منتجات، انا ليش قاعد احولها الى مواد اوليه؟ للحين قاعد ابيع المواد الاوليه هاي تكلفني وايد، عرفتوا؟ وناخذ رازبري 500 نبا رازبري باي. الحين هذا مفروض يلا رازبري هاي اللي مخلصون انتاج الهارفست، ترى مفروض يكون عندي كمية طيبة من رازبري، لان عندي 12 بيت ضخم بس باقي 58 يوم. هل هذا بيكفي 58 يوم؟ انا ما اعرف. ممكن تجيبون رازبري بليز؟ ممكن تجيبون رازبري؟ ما قاعد يجيبون رازبري. انا اشتريته صح الرازبري؟ ايه اشتريته، اشتريت الرازبري. زي خلصنا التريننج، بنسوي التريننج الاخير مال الموظفين. خلاص عندنا 500 موظف، اذا وصلنا لحد مالنا معناه خلاص نحن اجرمنا. اوكي ممتاز، جبنا لهم 1500 رازبري، جابوا 500 هني. بس ليش يباني اشتري من السوق؟ ليش ما ياخذ من مخزن هني؟ انا هذا اللي مش فاهم منه. زين كم باقي على الهارفست؟ باقي نص الوقت، بعده باقي 53 يوم. Not enough resources. تعرفون شو؟ 1500 خلاص، ما عندي 37500. باي، خلى لين هاي اللي ينتجون يكون عنده. بس ليش يبقى من السوق؟ انا هلا مش فاهم اني اشتري 500 من السوق، 500 يدخلوني بس يوم اشتري من، ما اعرف ما اعرف، هذا الشيء اللي يحير. خلينا نشوف الماركت شو سعر المنتج النهائي. 180 كيلو بيكون افضل من، طبعا المنتجات النهائيه بتكون افضل منها. زين يعني خلينا نشوف الصوف شو نقدر نسوي فيه، ولا نكمل مصانع رازبيري لنا. ما اعرف اكمل مصانع الرازبري ولا الرازبري اللي انا قاعد اسوي بايو. الرازبري اللي عندي بايو. ويت change production to bio raspberry. زين choose. زين وانتو كلكم خلاص رازبري بايو. انا اسف بخرب شغلكم كله. رازبري بايو يس كانسل اول. رازبري بايو يس. رازبري بايو اورجانيك مكتوب بالخط العريض عنده اورجانيك يس. رازبري بايو يس. رازبري بايو عضوي، يعني هذا الاشياء اللي يعني شيء بسيط انا ما انتبهت له وقاعد انتج هناك عضوي في البداية، كنت بعدين غيرت. رازبري بايو الا بكنسلها خلاص برايه، ترى على قولتهم خسارة الروح. والله قاعد يكمل من نفس المكان، ما اعرف هذا بق ولا نن. لا مش من نفس بايو كانسل. انا اسف يا جماعة، اشتغل من اول وجديد. بايو رازبيري رازبيري بايو بايو باقي الاخيرة رازبيري
طيب خلاص الحين كله باي ورازبري، خلنا نوظف هني اخر ثلاثة. زين بلانتس بلانتس، هذا بعد بلانتس جيد، خلهم الحين خلي ينتجون. كل بيت له موظفين واللي هو وايد ترى مش شوي. الحين هذا قاعد ينتج البايو، البايو طبعا افضل. انزين خلينا نبيع الرازبري القديم اللي ما نبغى العادي 9000، اظني خسرت فيه، نزل سعره. هذا بنبيعه ب 13360 كيلو، 360 كيلو نفس الشيء تقريبا. كيف والله الرازبري العادي سعره افضل. ها خلني بشوي فلوس، هذا نباه ما اظن نباه، هذا بيض، في شيء يسويه من البيض؟ هذا هو السؤال. خلي الرازبري براي الحين ما ببيعه، هذا من المنتجات اللي ما راح ابيعه، راح يتم انتاجه. زين بس هذا بينقص الحين قريب اصلا، لازم كنت اتري انتاج من هناك اول لان شلوا كل الرازبري. ما علي بشتري مؤقتا، بنشتري بس اكيد عندي مصنع يحول البيض الى اشياء ثانيه. سموك هاوس، ميل، سلوتر هاوس، ميلك بروسيسنج بلانت، بيكري، مخبز، هذا مال عصاير الخضره، ان زيت نسوي فروزن فود، والله هذا فروزن فود شيء حلو بعد. وعندنا فود فاكتوري، فود فاكتوري اظني بيستعمل مجموعه اشياء. نقدر نحط هني ترى بعد، يستعمل نوع جام يسوي ولا شيء يسوي. كم هو 750,000؟ هذا اغلى مبنى يمكن سراه. زين نات انف ريسورسز، مو مشكله الحين بنشتري نحن 1500. زين منو ستار بنك؟ وليش ستار بنك؟ Ensure availability. Choose the right food for them and ensure availability. وما عندنا هاكل، عندنا من نوايد كل عندنا منه. واللي ما عندنا بينس، عندنا هذا، عندنا منو ستار بنك اصلا؟ في لحظة هذا ستار بنك، شو اللي ما عنده؟ ما عنده الكروب، راس عنده، كروب عنده، كل شيء عنده، هاي موجود عندنا. وقالنا ويت وهذا وهذا، ويت اوت موجود، سوري عفوا هذا اوت يبا ولا ويت، ويت يبا ويت، ويت عندنا وايد، سوي عندنا وايد. بعد شو يبا؟ يبا بي بي، هذا صح بي، هي كل شيء موجود. هم قاعد يوصلوا له، من اللي ما قاعد يوصل له؟ ما عندي موظف؟ عندي موظف، موظف ما قاعد يوصل له. ها الحين ياب الاكل، اعطاني ورن، قلت بس خلاص ماتوا كلهم. فيلد هارفستد بلاك كرنت، اوكي الحين هذا بيطول شوي لين شو؟ لين يجهز. في هذا الوقت انا اللي لازم اسويه حاليا اني احصل لي طريقة اطلع فيها دبل فلوس. زين فبالتالي 800 كيلو، 800 كيلو، 300 وشوي، 42,000 راسبري باي، ولا خله بيض، بيض كيوكمبر ببيعه، مواد ما اباه، جبن هذا ببيعه، 377,000. يعني اقدر احطي مصنع ثاني. زين بعد نفس الشغل شغلته يسوي رازبري، على امل ما توهق انا في نهاية اليوم مع هايل، عرفتوا؟ لان هايل باقي لهم شغل لين يخلصون. بعد يقول لي ناقص موظفين، تب له. زين خلي موظف مانوفاكتشررز، مصنعين، 1 2 3. زين من يجهز هذا عند الموظفين؟ غير مصنعين ما في حاليا. زين
الكهرباء توصل له، هي كهرباء مفروض انها توصل له على امل. عندي فلوس؟ ما عندي فلوس. لو استوى احمر شفته من فوق احمر، هني احمر. خلنا نعطي كهرباء. حبيب مش راضي في الكهرباء اللي عنده. ما عندي فلوس احط كهرباء، تخيلوا. انزين نبيع منتجات، ما في شيء اوتوماتيك اقدر ابيع. والله برتاح من الشغلة هاي. بنحطي، ما عندي فلوس بعده. يا الله، موضوع الفلوس موضوع جامد جامد جامد. فالحين اللي سيحصل كالتالي، بسوي ثانك يو. زين الحين اللي بسويه محتاج اسوي تعويض، لان الحين لا قادر اشتري رازبري. ترى عادي توهق عمري في اللعبه. All suggested items. اوكي. الحين سجستت مالي انا اني شو اسوي؟ ابيع قد ما اقدر، لان الكوست ولا التكلفه استوت عندي وايد عاليه. انا قاعد اتوهق وايد، قاعد اتوهق وايد اشياء. زين خلينا نحط الموظفين اول. فاكتشر المنفاكتشر المنفاكتشر الحلو. وني هني نسوي عمليه بيع اخيره، لان انا عندي مشكله، ابسط مشكله في اللعبه، الا وهي الكهرباء. كهرباء اذا انا توهكت فيها معناه هذا فشل ذريع في عالم اللعبه. انزين اوكي، الحين المفروض يوصل لك كهرباء ونبدا انتاج الرازبري. بس هاي اللي مطولين، هذيل 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 قاعد يطولون. Not enough resources. Raspberry bush organic. انا قاعد ابيعهم، انا جاي بالعيد. يا الله اني جاي بالعيد. زين مو مشكله، موظفين بيدورون عليكم، ما له داعي. ايش رايك؟ زين ما في رازبري. اوكي صح، انا ما ابغى رازبري هذا، ابغى اغير هني لين رازبري اورجانيك مصنع، وهو يشل من هني اي شيء رازبري عندي اورجانيك. خلاص الحين ها شو نت انف رازبري اورجانيك. اوكي يبقى 1556000. انزين اذا نبيع عملية بيع هني، اشتري 1500 هني. زين اورجانيك صح؟ ايه اورجانيك اورجانيك عضوي عضوي عضوي. الحين المشكلة مش في الانتاج، المشكلة في نو وير هاوس. منو هذا اللي ما عنده وير هاوس؟ ليش ما عندك وير هاوس؟ كيف ما عندك وير هاوس؟ هذا شو؟ ولد منو؟ يمكن فل. مش فل. الوير هاوس عندك، وير هاوس ثاني عندك. ما ادري مرات احسهم يشفطون يشفرون. في اشياء اكيد عندي وايد منها. هاي بخلي منها 15000 بس ببيع. الحشيش وايد بزيادة عندي، بخلي ببيع 50000. زين وببيع سان فلور، ما عندي وايد. هذا ما عندي، وهذا عندي وايد. ببيع منه 30000. والله بجيب لي فلوس الزرع. هذا ببيع منه 20000. لا الذرة، الذرة مفروض ما بيعها. خلنا نبيع هاي، نشوف هذيل اللي فل. اي هذا اللي فل. السايلو قاعد يتعبى. حبيبي هلكتني. صبر صبر بيك رزقك. زين خلنا نحط هني مخزن وير هاوس بالطريقة هاي.
نزيد السعة التخزينية مال المخازن إلى كم بيزيد؟ 200,000. الواحد يزيد 25,000 وطني ولا؟ كم يزيد الواحد؟ 50,000. المفروض يزيدون 250,000؟ لا 300,000 شيء شي يعني. ان تشوفوا الويت عندي كبير، بس الويت قاعد احوله طحين، قاعد احوله ما ادري شو، قاعد يعني نسوي اشياء فيه، قاعدين ننتج شوي 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 شوي، كله يروح في هضم الانتاج. يا ليت في كوبي بيست اني انسخ هذا اسوي سيت اب ثاني نفسه هني، لان هاي راح يحتاجون مجموعه رازبري طيب. او بصراحه انزين الحين خليك مسجلت برودكت انت الحين. لا 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 ابا يجيب العيد هذا، اباه 147,000، 188,000، هذا يابا 41,000. والله جيد، قام دخل لي فلوس. بطن ما ابا، هذا ما ابا، هذا ما ابا. 250,000 معنا اقدر ادخل السوق. هاد اجستد هذا اشتري مش 3000، كم 13,000 اقدر اشتري. 3000 ما اقدر اشتري اكثر، فلوسي نقصت اوريدي. انزين اقدر اشتري 3000 منه وبيع هنجام. الحين قاعد اكثر الفلوس حبه حبه، قاعد احاول ازيد من كميه الفلوس اللي عندي. بس كان الوضع اسهل من شوي ترى على فكره. اذا خلنا نسوي سلو داون للعبه، خلنا نسوي سلو داون للعبه شوي 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 شوي. الحين هذا الاورجانيك بيطول وايد، بيطول، فبالتالي لازم اتريق اشوف كم الكميه اللي راح انتجها قبل احط مصانع زياده حق الرازبري. فالحين بحط مصانع اشياء ثانيه. زين باي اد سجستد باي. زين بس هل يعني قاعد ابيع تراني؟ لا تنسون يعني قاعد ابيع ب 20,000 الحين، بس 20,000. زين فالحين اللي اقدر اسوي ايش؟ ديسيز ليش؟ شو اللي ناقص؟ هاي بعد مشكلة ثانية. زين خلنا نحط هني، هني في موظفين واصلين لين هني، اقدر اوظف واقدر اشو قاعد يجمع فلور باور يسوي برو. هذا شو قاعد يسوي؟ هو بيسوي بيرتب الموضوع الحين. والله حلوين على فكرة، انا وايد عايبتني الاشكال في اللعبة. زين ما في اي شيء انتسن، عندي وايد صوف ما قاعد استفيد منه. تلوتر هاوس ملك مل ايد. زين روت ملك حليب خضرة بيكري، بس ما عندي شيء يسوي شيء في الصوف. صح الصوف بستفيد منه كيف؟ الحين بحط شيء ابيع فيه الصوف. هاي اللي بيتمون يطلعوا لي ورنج ولا اوكي امورهم؟ اوكي امورهم الحين. اوكي 60 يوم انا بعرف كمية الانتاج. في العادة كمية الانتاج تكون طيبة، يعني لو شفتوا السوق لما نبيع الانتاج بال 400 كيلو بالهذا هم يحتاجون 1500. إذا كم المحصول يكون تقريبا؟ ما يقول لي. أورجانيك جروز 6 دايز ليفت 6000 وشي، يعني كم كيلو يعني؟ أنا مو فهمت الحين بين تجري. أنا هذا اللي بعرفه الحين، هذا كم كيلو ينتجري؟ ما أعرف كم كيلو، لكن بيكون نظريا كافي. قايبون منه معقولة؟ هم يحصلون هني سماد. صبر يحصلون سماد، بس ليش مش عايبني الوضع؟ ما اعرف. الحين وايد صوف عندي، وايد صوف. عندنا نسوي مصنعين جبن على الطاير، شوف اذا عندنا فلوس اول. هذا وايد 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 عندنا وايد.
امورهم طيبه، الكروبس امورهم طيبه، زرع اموره 200 200. اذا اقدر الحين احط بيت، هذا كان بيجيب لي، بقى يجيب لي 80. الخبز كم يجيب لي؟ 27 ألف. الجبن قاعد يجيب لي 27 ألف. المنتجات فعليا قاعد تدخل فلوس ترى، يعني اتكلم عن فلوس. وهذا سعر الرازبري طايح يعني، بس انا قاعد ابيع وايد عشوائي يعني خلال السلسلة، يعني وايد عشوائي قاعد ابيع. انزين الحين اقدر احطي في بيت عندي فاضي، ممكن احطي هذا، بس لا بحطي لهم بيت هني. زين هني حقهم تقريبا هني. زين ونشوف المصنع العجيب، خبز خبز رازبري جام صوف. ترى الصوف حرام قاعد ابيعه، بس اللي تشي ترى الحين احس اني ما ببيع شيء على الفاضي. خلنا نحطي هني برودكشن. وبعد هذا شو الحليب اللي وايد قاعد انتج؟ خلنا نشوف لحظة وين خط الانتاج مالي. حيوانات اوفر فيو، ما اقدر اشوف منتجات الحيوانات شلون قاعد انتج وايد. هذا بعده يعرف ان بيكري عندنا، هاي عندنا ذاك. اوكي اذا شي السالفه خلنا نجيب كهرباء. زين خلينا نجيب كهرباء هني، نوظف مانفاكتشرز 4. اول شيء خلينا ننزل من البيت عشان يغطي المصانع اللي هني، بس بنوظفهم من المصنع نفسه. بس شو ابا برودكشن ابا، لان عندي وايد ماعز وايد خرفان، انا دائما اغلط في هاي خرفان. بسوي جبن مالهم، و ما بسوي اساين حق ولا واحد من هاي الا اذا كان في فاكتوري. زين مانيفاكتشرنج، زين ما في عندنا حد ثاني مانيفاكتشرنج. انديورنس بعد مش غلط، مانيفاكتشرنج مش غلط. زين ما في مانيفاكتشرنج غير. زين ونحطيهم كلهم الاخير وين صار هني، وكلهم راح ادقهم بوست اذا كان عندي فلوس. الحين هذا في ترى في حليب، حليب شيء وايد عندنا، حليب عندنا يعني كميه ضخمه. لان هني اذا نشوف تعيبون، اظن ممكن مش بالضخام اللي انا اتصورها الحين، ممكن حليب البقر اكثر. بس عادي اقدر اغير نوع صناعه ترى بكل بساطه. اهم شيء صار عندي مصنع زياده للجبن. هذا كم سعره؟ كاوتشيز 13. هذا كم؟ 26. اوكي هذا كم؟ 49. كم فتره وصل الحين نازل 46. هو في حال نقدر نجمع حلوه الاستراتيجيه، بس حاليا مش قادرين نجمع. انزين هاي المواصلات هاي اللي بعد معانا شوي. ليلة راعي الكرب، شوفوا 3000 10000، ها كله عقب الريسيرش قاعد يزيد. بخصوص الريسيرش انا ليش ما اقعد اسوي تريننج؟ زين اقدر الاسترينكث مالهم ابا ازيد القوة. ايوه هني تقدر تنزل 15% بف. واو لو اقدر اسوي تماتيك ورا بعضها بترتيب حلو. انزين في الهارفستد رازبري 270 بس البيت. شو شوفوا رازبري اورجانيك 270، هذا شيء سيء. وين صار رازبري اورجانيك؟ وين صار رازبري؟
ما ترى قبل في الصورة هذه ما في شيء. هني مية هني مية هني قاعد يقول لي ما عندك حليب غنم كفاية. هلا نشوف يوم نبيع هني في حليب غنم، ليش ما تستعملونه؟ حليب البقر أكثر وايد. فخلوني أغير هذا أجين الابن العادي مال البقر خلاص. ها بعد زايد انتاجيتهم لو تذكرون، زايد رواتبهم انا، فقاعد يصرفون 25% اكثر. وتصور حليب البقر ما بيكون عندهم فيه مشكله نفس نفس الغنم. انزين الحين نبغى ماس برودكشن، نبغى ننتج وايد. انزين هاي اللي عندهم رازبريز، عندهم رازبريز بس الرازبري اللي عندنا ما يكفي. عفوا لكن ما يكفي الرازبري هذا. هذا باقي 24 يوم. الرازبري اللي عندنا مش اورجانيك. اسجست رازبري كم عندي اشتري يلا خله ينتج احسن مو ولا شيء. زين قلنا شو اللي بنسوي الحين كالتالي. بحاول والله الرازبري بسعار والله الجام. المشكله مش في المصنع الحين، المشكله في الانتاج الجرين هاوس. فشو بسوي؟ ببيعها هاي اللي ما استعملها، هاي المنتجات النهائية. زين وببني يمكن في الحلقة الجاية على الأغلب منطقة كاملة حق الرازبري بس. يعني بسوي إنتاج ضخم من شيء واحد. الحين هايل يحصلون كل شيء يبونه مفروض مهني. Not enough stuff. نقدر نوظف كم عامل بس ما ادري يعني. خلنا نحط بيوت. خلنا نسرع الوقت شوي. زين خلنا ننزل مدى البيت. ننزل الى هالمزارع، نوظف 3 موظفين ابي يركزون بس على هالمزارع، ما بيتم يركزون هني وهناك. بلانتس هذا بعد عنده بلانتس، عد بلانتس بس يكفي وزيادة لانه وايد موظفين عندي. انا عندي 103 موظفين رواتبهم بروح ما اعرف وايد 200,000 يمكن. انزل انت رازبري شو اخبارك؟ انت رازبري عنده مشكلة؟ ايوه. الحين نبغى نعرف البيت كم ينتج. جرين هاوس 2 270 في 10 2700. وهذا قاعد يستهلك الرازبري كان جبن، كان خبز. فبالتالي لازم اضاعف الانتاج. ما بينفع الحال بالطريقة هاي. هذا الانتاج ما يكفي. مصنعين يعني الحين بيقنعوني مصنعين ياخذون شغل 12 بيت بلاستيكي معقولة؟ وايد يا اخي مو شوية، ضخم جدا. يعني الانتاج اللي قاعد ياخذونه ترى هائل. هني شو اخبار حليب؟ حليب البقر اوكي ياخذ انتاج هائل يا اخي. يعني هاي الاوريدي هارفستد ولا؟ نعم باقي 9 ديز على هذا الاورجانيك اللي هني عندي انا. كم بيت رازبري؟ تروي مسوين بيوت رازبري بس الرازبري ترى اسعار بيعه حلوه. يعني الحين هذا عايش فعليا من ورا هايل، بس يمكن نشوف حسب هايل كم بيكفون هذا. بس ما عندي مشكله هذا يكون انتاجه زايد، اقدر اتم احط مصانع 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 مصانع. تعال انتوا ليش تشتغلون هناك؟ اشتغلوا هنا بس. زين ايوه الحين بدا الهارفستنج. شوفوا الحين بنشوف كل بيت كم يطلع. هذا جرين هاوس رقم كم؟ 30. خلنا نشوف مخلص هارفستنج كم بيكون، لان اي شيء هنا اتصور بيشلونه.
29 270 270 2900 3000 يا سنتجولي، وهذا قاعد يستهلك اضعاف الكميه من الرازبري. شوفوا قد ما عنده ياس يشل، قد ما هو موجود قاعد يشلون. فبالتالي ان شاء الله في الحلقه القادمه على الاغلب راح ارص بيوتنا رازبري زياده. والله الرازبري رازبري وشو سويت فينا، والله سويت فينا يا رازبري. المهم نشوفكم في فيديو قادم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.